عند اشتعال حرائق الغابات يبدو القفز في المياه أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة، لكن ربما ستتفاجأ إن علمت أن المياه ليست آمنة إلى تلك الدرجة كما يظن كثيرون. فلماذا يجب أن يكون القفز في المياه ملاذك الأخير الذي تضطر إليه للهروب من الحرائق؟ على خلفية حرائق الغابات التي استعرت في هاواي، حذر خبراء في جامعتي كاليفورنيا وهاواي من النزول إلى المياه، والسبب هو أنه حتى لو كان الشخص مغموراً بالمياه ومحمياً من ألسنة اللهب المشتعلة، فإنه لا يزال معرضاً لخطر الجمر المتساقط من السماء، إضافة إلى صعوبة التنفس وخطر الموت اختناقاً جراء الأدخنة. في الماء قد يظل الهاربون لساعات طويلة قبل قدوم فرق الإنقاذ، الأمر الذي قد يعرضهم لعدة أخطار تتسبب في الموت، مثل انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل كبير. ينصح الخبراء باللجوء إلى مساحات مفتوحة وآمنة مثل ملاعب كرة القدم. عشب الملاعب بحسب الخبراء لا يحترق، وإذا جرى التجمع في منتصفها سيكون الهواء نظيفاً وأكثر برودة، وعندها ستكون فرص البقاء على قيد الحياة أكبر من القفز في المياه.